شايف هاي الصورة وشايف الخطوط اللي طالعة من إيران باتجاه إسرائيل؟ هاي كمية الصواريخ اللي أطلقت من إيران لاستهداف إسرائيل في آخر فترة، وزي ما شفت الأردن هي الحاجز الوحيد اللي بيحمي إسرائيل من هاي الطيارات والصواريخ. ولو رجعت نظرت إلى الخريطة مرة ثانية راح تشوف إنه الصواريخ اللي بتطلق من لبنان وسوريا ما إلها علاقة في الأردن. بمعنى آخر، إيران بتقدر تضرب إسرائيل من لبنان وسوريا من غير عبور صواريخها أجواء الأردن. وهون السؤال، إذا إيران قادر تضرب إسرائيل من لبنان وسوريا، لعاد ليش آخر فترة إيران هددت الأردن إذا اعترضت صواريخها المتجهة إلى إسرائيل؟ ممكن تسألني سؤال، هي فعلا إيران هددت الأردن؟ راح أحكي لك إنه الحرس الثوري الإيراني أصدر تهديد صريح للأردن. إذا الأردن بيعترض صواريخ إيران المتجهة إلى إسرائيل، سيتعرض الأردن لنفس الهجوم مثل إسرائيل. طيب الأردن كيف رد على هاي التهديدات؟ وزير الخارجية الأردني استدعى السفير الإيراني وقدم له احتجاجات رسمية بشأن هاي التهديدات، وحكى له بوضوح أن الأردن لن يسمح بمرور أي مسيرات إيرانية فوق الأجواء الأردنية. في سؤالين مهمين، السؤال الأول، هل فعلا الأردن سمحت للقوات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لإسقاط الصواريخ الإيرانية؟ والسؤال الثاني، كيف ردت إيران على استدعاء السفير الإيراني في الأردن؟ وعشان أوضح لك الصورة، بشهر مايو الماضي نفذ الجيش الأردني مداهمة لأحد مخازن الأسلحة داخل الأراضي الأردنية، والجيش الأردني كان متفاجئ من اللي شافه، لأنه إيران استطاعت إدخال الأسلحة إلى الأراضي الأردنية وتخزينها في هاي المخازن، والأسلحة اللي مسكوها كانت أسلحة خطيرة وثقيلة مش أسلحة خفيفة، زي صواريخ الكاتيوشا وألغام مضادة للأفراد والمدرعات، وهاي الأسلحة كان ممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الأردن. وبعد التحقيق اعترفوا إنهم جزء من خلية كبيرة أسسها الحرس الثوري الإيراني لزعزعة استقرار الأردن وقلب النظام، وهذا أكبر دليل عشان تعرفوا انه ايران مش همها تحرير الاراضي المحتلة. الفرس هدفهم تدمير العرب زي ما دمروا العراق واليمن وسوريا. وباول لقاء من فترة طويلة التقى وزير الخارجية الاردني مع نظيره الايراني واخبروا ان الملك عبد الله ما بده اي مشاكل نهائي مع ايران، لكن إذا استمرت التصرفات العدائية من إيران فإن الأردن سيدافع عن نفسه. وحرفيا إذا بدك تضرب الكيان فعندك لبنان وسوريا. لكن إيران كانت مركزة على طلب واحد فقط، وهي أن الأردن تتوقف عن صد الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل. ولما الأردن رفض هذا الطلب هدد وزير الخارجية الإيراني أنه أي اعتراض لصواريخ إيران يعتبر دعم لإسرائيل، وأنه إيران ممكن تضرب الأراضي الأردنية زي ما بتضرب الأراضي الإسرائيلية. وفي الأيام الأخيرة جدد الحرس الثوري الإيراني تهديده للأردن، وقالها بصراحة وبشفافية، أي اعتراض لصواريخ إيران سيكون تهديد للأردن. وبعد اللي صار طلبت الأردن من أمريكا أنظمة صواريخ باتريوت. لا تنسوا أن الأردن فيها قاعدة جوية أمريكية، فيها قوات أمريكية وفرنسية، وهي رسالة واضحة لإيران أن الأردن مستعد لأي مواجهة عسكرية. فاللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وهسه في سؤال إلك عزيزي المشاهد، هل إيران بتقدر تضرب إسرائيل من غير السيطرة على الأردن؟ يعني من لبنان وسوريا والعراق واليمن؟ وهل إيران تسعى إنها تورط دول عربية أكثر عشان يحاربوا الكيان بالنيابة عنها؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.